في مباراة الذهاب الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي للاتحاد الإفريقي. 6 لاعبين من خلال الاتحاد الإفريقي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التشكيل المثالي لجولة الذهاب بنصف نهائي بطولة دوري الأبطال، وضم التشكيل المثالي 6 لاعبين من النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، من أول بقى محمد الشناوي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، بيرسيتاو، كل اللاعبين الحقيقة اللي موجودين، 6 لاعبين موجودين في التشكيلة الرئيسية لدوري أبطال إفريقيا، التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا. الهجوم برضو هتلاقي محمد طاهر متواجد في هذه التشكيلة. هدف يفصل محمد شريف عن اعتلاء عرش هدافي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، حتى في ظل اللي البعض بيردد أن هناك أزمة بيمر بها محمد شريف، ولكن محمد شريف زي ما حضراتكم شايفين إن شاء الله لو جاب هدف في المباراة اللي جاية أو المباراة اللي بعدها إن شاء الله يكون الهداف دوري أبطال إفريقيا للسنة الثانية على التوالي.